مشاهدينا في اليوم الثاني من المهرجان المتوسطي للفيلم القصير بطنجة مباشرة من سينما الروكسي. غادي تعرفوا على مجموعة ديال الأفلام اللي غادي يشاركوا في المسابقة الرسمية للمهرجان. خليكم معنا. Je suis très heureux d'être ici à Maroc. Mnogo mi se taj novi šef prevaža. Ništa se to meni ne sviđa. Ma opušt. Ti i tvoje opušte. Mislim da tako. إلى إسبانيا مع فيلم حياتي سينما للمخرجين بوغدان كوما وفرناندو كاليو. بصراحة زعما مستوى جيد. أنا عجبتني الحصة الأولانية ديال الثلاثة. كانوا افلام تقريبا جزائري كان ضعيف شي شويه، اما الافلام الاخرين كانوا مزيانين. دابا التونسي بصراحه ما عندوش موقع في المسابقه لانه بريسك سكيتش ماشي فيلم. عجبني اكثر في هذه الحصه هذه الفيلم الفرنسي ديال لو ديرني فيل ا لا بات، اللي كان فيلم زوين لان كيحكي القصه ديال واحد السيد كيعيش منعزل في الطبيعه وبشويش فيش كيقطع العلاقه ديالو بالمجتمع وبالحضاره حتى كيندمج في كليا في هذا عجبني بزاف. مزيانه حقيقه، كاين افلام مهمه ولا باس بها، ومازال ننتظر المفاجاه. كنتم مشاهدينا مع فعاليات اليوم الثاني من المهرجان المتوسطي بطنجة. كنضرب لكم موعد غدا ان شاء الله. الى اللقاء.